أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذ عبد الله الدومة، المحامي نائب رئيس حزب الأمة القومي والوالي السابق لولاية غرب دارفور والرئيس السابق لهيئة محامي دارفور. نتناول مع أستاذنا أستاذ عبد الله الدومة الانتهاكات الواسعة التي تعرض لها قطاع كبير جدا من الشعب السوداني في ظل الحرب الدائرة الآن والتي بدأت في أبريل من العام الجاري، تكييفها القانوني، وسنتناول معه مصير ومستقبل الجهاز القضائي وكذلك الجهات التي يجب إقليميا أو دوليا تتدخل من أجل إقرار العدالة وتطبيقها في مثل هذه الحالات. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله الدومة في راديو دبنجا. شكرا لك يا أصحابك، وأنا سعيد جدا ألتقيكم بعد مدة طويلة، وشكرا للمستمعين. شكرا لك أنت يا أستاذ على الزمن. كما سمعت في المقدمة، انتهاكات واسعة، الشعب السوداني في حتات كثيرة جدا منذ بداية الحرب يتحدث عن انتهاكات واسعة وقعت عليه، سواء كان قتل، اغتصاب، نهب، سرقة، تهجير قسري، احتلال لمنازل. كيف تكيف هذه الانتهاكات؟ هل هي تدخل في إطار الجرائم الكبرى، جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حتى التطهير العرقي؟ تفضل. طيب، أنا بشكل كل الجرائم المرتكبة الآن هي جرائم دولية، جرائم عبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ده كلها تندرج، الجرائم كلها تندرج تحت هذه الجرائم. أنا بشكل لم يسبق من قبل أن تحرر السودان وأهله من هذه الجرائم منذ تركيا لغاية الآن، والجرائم بتاعت سنة 2003 تتضاءل أمام هذه الجرائم الآن، تضاءل، لأن هذه الجرائم كما ونوعا تختلف تماما من الجرائم السابقة في 2003. جرائم مثل هذا لم يشهد السودان من قبل. نحن كنا نحذر كثير من الناس في الوسط أنه يا جماعة البحث عليكم ده بحصل لنا ده هيحصل لكم في يوم من الأيام، لم يعيروا كلامنا اهتمام لغاية ما جاتهم الوقائع الآن. نحن لم نشهد على أي دول، لكن أنا أعتقد أن الشعب السوداني الآن أخذ درس الكافي من ما يحصل في دارفور وما حصل في دارفور. أنا أعتقد هذه الجرائم هي الآن موثقة، لأن هم ذاتهم المجرمين، هم ذاتهم بوثقوا جرائمهم بأنفسهم. أنت ما عليك تفتح النت بس تشوف الجرائم المرتكبة النوع عشان منهم هم جاتهم يصوروا جرائمهم وخلوها. فمثلا الجرائم الجنائية كلها تقريبا محصورة ومعروفة، ومن الذي ارتكب وما نوع الجرائم التي ارتكبت ده كله معروفة في الجنائية، لأن معظم الذين ارتكبوا هذه الجرائم هم صوروها بهم. ما شفت لي أغبى من الناس دول يصور جريمته ويدي الدليل للشاكين، ده ما في أنا من قبل. المهم هذه الجرائم هي جرائم كثيرة وكبيرة ومتنوعة، وأنا أفتكر هي كلها جرائم دولية. لكن نحن عندنا كلام مع ناس المحكمة الجنائية الدولية من قبل قلناهم يا جماعة، المحكمة الجنائية مع احترامنا لها هي تتأخر في توصيل هذه الجرائم للمحكمة، ولغاية الآن من 2003 جريمة واحدة بس الآن ستخاكم، جريمة بتاعت علي كوشيت، زيادة حاجة صغيرة خالص أنا بتكلم، ما كبيرة بالنسبة للجرائم اللي تقول فكرة فيما بعد. فنحن في رأينا أنه بعد الاستقرار يجب أن تكون محكمة جنائية دولية لمحاكمة الجنائي في السودان، وده بخلينا نتعرض للمحكمة والأجهزة العدلية، لأنه ده عبرة لمن يعتبره. وبعدين محاكمنا تبقى بعد الإصلاح تبقى هي المحاكم الفاعلة والناجزة، تكوين محاكم جديدة هي اللي تحاكم هذه الجرائم. إذن عندنا كلام معنا في المحكمة الجنائية الدولية في أنه هذه الجرائم يجب أن تحاكم في السودان، لأنه أنا ما مستعدين ننتظر ثاني 20 سنة تبقى 40 سنة، لا ما أرسل كده. تكون محكمة جنائية دولية في السودان، ممكن تبدأ محكمة هايبرد زي ما قالوا، هايبرد معنى أنه محكمة مختلطة، والقانون الجنائي السوداني بلس القانون الجنائي العالمي الدولي،
لكل ممكن تحاكم المجرمين. لذلك أنا أعتقد من الضروري أن تكون عدالة ناجزة وسريعة، لأنه كل ما أنت أخذت العدالة عفواً كل ما أخذت العدالة كل ما المجرمين ازدادوا غياً وازدادوا أنا أعتقد أكثر من السابق، يعني ازدادوا مبكر وبعد ذلك حسم هذه المسألة. أيوة سمح أستاذ، يعني ونحن أجرنا الانتهاكات كثيرة، يعني الانتهاكات على حق الحياة يعني واضحة، والانتهاكات المبنية على البعد الإثني هي واضحة، وحتى قصف المنازل وقتل المدنيين واضحة. الآن هناك تحشيد واستنفار للقتال في السودان. التحشيد ده بدأ بدعاوي الدفاع عن النفس، وهذا حق مشروع، ولكن يعني أسس على أيديولوجية وجهوية حتى أصبح عنصري، وراح ضحية هذا التحريض عدد من الأبرياء سواء كان في مناطق وسط السودان في الجزيرة أو في دارفور أو حتى في الشمالية. كيف تكيف هذا التحريض قانونا؟ هو طبعا حكاية أنه أي زول يدافع عن نفسه عن ممتلكاته وعن أسرته ده واجب ديني وواجب قانوني وواجب أخلاقي أنا أفتكر، لكن لما تتجاوز هذه المسائل إطارها الصحيح تبقى مشكلة كبيرة جدا للمجتمع ذاته. أنا كنت بتكلم مع بعض الناس أنه من الصحيح أن الناس يدافع عن نفسه، وأي قبيلة ممكن تدافع عن نفسها، لكن ما بتصور الحكم، لأن ما نحن شفنا قبل كده في منشور طلع موالي الولاية بتاع الجزيرة فيه أشياء متعلقة بالكردفان ودارفور، وأنا علقت أن الكلام ده دي جريمة كبيرة جدا، قالوا لا مزورة. أنا قلت لهم يمشي الكلام ده لغاية حتى ما تم نفيه. ولذلك كثير من الناس قتلوا، من الناس غير قتلوا، ناس مساكين أنا شفته في فيديوهات شايلين خرطويات وشايلين بقج ماشين ساقوهم للضبح، وده كلام ما صح. أنا أفتكر مسألة ما ممكن تمشي بصورة، لأنه تخلق مشاكل كثيرة جدا في السودان. العنصرية والعرقية ما صحيحة طبعا في إدارة السودان، لأنه كلنا متنوعين. إذا أنا أفتكر حقه نشرع أنه أي زول ممكن يدافع عن نفسه صح، لكن ما يأخذ القانون بيده ويكتل الآخرين مجرد أنه هو من دارفور ولا من كردفان مشبوهين. طبعا في كلام قيل انه في عناصر نايمه، وعناصر نايمه ديل قالوا بتاع طبالي وبتاع شنو وبتاع كيف كده وديل معروفين منهم. انا افتكر الاطار الحسا الناس ماشيين في الاطار ده حيخلق لنا مشاكل كثيره جدا. كيف تقيم او تكيف هذا التحشيد او التحريض القائم على العنصريه او القائم على الجهويه؟ يعني احنا الكارثة اللي حصلت في رواندا بدأت بتحريض جزء من الشعب ضد جزء آخر، أدت لكارثة كبيرة جدا وارتكاب جرائم كبرى. هل هذا التحريض هو القائم على العنصرية والجهوية والنوع مجرم، وكيف نكيفه كجريمة؟ طيب أنا داير أرجع لك، أنا قبل شوية اتصلت بواحد في الجزيرة يكمل من الكلام ده، فقلت له أنتوا قاعدين تعملوا شنو؟ قال لي والله يعني إحنا ليل حتى في خطر. ليه؟ قال لأنه الأفاد يتكلموا عنه أن إحنا أدونا سلاح عشان نحارب الحكومة ونحارب المواطنين، يشيل أراضيهم ويسجل لنا أراضينا، يسجل أراضي المواطنين. طبعا فتنة كبيرة جدا لا يمكن أن تمشي بصورة. قال لا أنا ما أفكر ولا أدونا سلاح، ده مجرد كذبة عاملنا. أنا أعتقد ده معناها يعني ماشيين نقود السودان إلى مذبحة، مش نحارب الدعم السريع ولا نحارب الجيش مع الدعم السريع، ده موضوع تاني، ده موضوع قانوني دائما الحق. لكن انا افتكر العنصريه واستعداء المواطنين على المواطنين بالصوره دي في الجزيره وفي اي مكان انا افتكر ده مرفوض تماما، وحق الناس ينتبهوا للمثل، لانه ده بتؤدي الى مذبح، لانه الناس الغرب كثيرين جدا في الجزيره ولا حول لهم ولا قوه. الحكومة ما حتحميهم وأي دول ما حتحميهم، معناها في مذابح حتبدأ. أنا أفتكر ده خطر حقهم، يدوق ناقوس الخطر من الآن، وننبه العقلاء من أبناء الجزيرة
وناس الطرق الصوفية وكذا، على أساس أنه ما يمشي بالاتجاه ده. صحيح لهم الحق أنهم يدافعوا عن نفسهم، لكن ما يمشي بالاتجاه بتاع العنصرية وتحريض الآخرين ليهم على أساس أنه ديل عداهم. ما صح، ما في دول داير يشيل وعطاء دول، ما في دول داير يشيل أرض دول، ده ما وارد، لأنه بالصورة دي ما بتسجل، يعني أرض ما بتسجل بالصورة دي. وأي دول قاعد في جزيرة من الناس الغرابة دول ما أفتكر فكروا في يوم من الأيام تفكير ده. ده استعداء مرفوض، وأنا أفتكر حقه نداء لأبناء الجزيرة كلهم. ده طريق خطر جدا، هيؤدي إلى مشاكل ما لا نهاية. مش خلي الدعم السريع يتحارب مع الجيش، لكن يا جماعة ده توجه خطير جدا بفتك السودان، وحق الناس يفكروا بطريقة صحيحة. وزي ما قلت أنا أدعو العقلاء والطرق الصوفية من أبناء الجزيرة أنه ما يمشي الاتجاه ده. أستاذ محمد عبد الله الدومة، عودة لما ذكرته من قبل، أنه يعني المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص في دارفور لفترة طويلة جدا، واللي قدم للمحكمة كيس واحد، قضية واحدة، وانت قللت من شأنها. حتى الآن انت أشرت لأنه يعني لابد من ان هي تتحرك، ولابد من تكوين محكمة جنائية دولية، ولابد من إصلاح. أعتقد انك انت بتتحدث بعد إيقاف الحرب وبعد إقرار السلام، يعني كيف نحقق العدالة؟ الطريق إلى العدالة لابد من جمع وتوثيق لهذه الجرائم وإثباتها. الآن نصيحتك شنو فيما يخص إثبات الجرائم دي مستقبلا وتوثيقها؟ طيب أنا داير أقول حاجة، أن القضاء السودان انهار تماما الآن، ما في قضاء، الشرطة كذلك والنيابة كذلك، كل أجهزة العدلية دي انتهت خلاص. فأنا داير أقول أنه الناس يفكروا في أنه يعمل إصلاح حقيقي لهذه الأجهزة العدلية، بمعنى أنه الناس الفاسدين معروفين في الأجهزة دي، والناس اللي كانوا بيشتغلوا لإصلاح منو كانوا معروفين. إذا أنا أفتكر حقه يكون في إصلاح قانوني وإصلاح قضائي، وده كله ممكن يؤدي إلى تكوين أجهزة عدلية جديدة تؤدي العمل. ده ما عملنا القضايا بالصورة السابقة، والنيابة بالصورة السابقة، والبوليس بالصورة السابقة، ما حيحققوا عدالة بالمرة. فيما يختص بالجرائم، أنا أفتكر حقه كل دول حقه يعني يوثق الجرائم بتاعته. بالنسبة لناس الجنينة، عارفين من القاتل ومن الحرد ومن الحشد ومن الدل على الناس، قتلوا فلان ده، كلهم عارفين وموثقين توثيق تام، وأدوا الكلام ده للمحكمة الجنائية الدولية، عندها توثيق، عندها معلومات كافية عن المسألة. لذلك أنا أقول حق أي زول من طرفه يوثق، لأن الشهود والتوثيق ده مهم جدا. الموت مع الناس، لكن أنا أفتكر حتى الآن في بالنسبة للقضايا بتاع دارفور، أي زول عارف منو الكتل ومنو النهب ومنو السرق، والوثائق دي موجودة، الشهود موجودين في أي مكان. إذا أنا أفتكر حق المواطنين يعتنوا بالمسألة. ما في عدالة إلا بعد ما ننجي المحكمة. عدالة بتاع التسويات ما بتنفع تاني، لأنه دي ذاتها ودتنا في حتة جنينة. مشكلتها أنه في بعض الناس كانوا دايرين يعملوا التسويات من خارج نبيه وتأثير النقدة. واحدة من المشاكل بتاع الجنينة أنه دايرين يعملوا التسويات من خارج ويدوا القروش للناس ديات وكده وينتهي الموضوع، لكن المواطنين في أي وقت كانوا رافضين، والمواطنين قالوا، المحامين قالوا إحنا ما هو رافضين. ولذلك أول حاجة يستهدف المحامين، قتل منهم 5 محامين انتقاما لعدم رضاهم للتسويات دي. فأنا أفتكر الآن مطلوب أي زول يوثق الجرائم اللي هو عارفها، شهود ووثائق كلها. خلاف ده ضروري جدا بعد انتهاء المحكمة، بعد انتهاء الحرب يجب يكون في إصلاح قانوني وإصلاح قضائي وإصلاح كل الأجهزة العدلية دي. بعد ذاك أنا ممكن نتكلم عن تكوين محاكم. بعد ذاك لو اتعملت إصلاح قضائي في السودان، أنا أفتكر ما محتاجين للمحكمة الجنائية الدولية. أستاذ عبد الله الدوم،
أشرت لأنه الجهاز القضائي في السودان والأجهزة المتداخلة لتطبيق العدالة كلها انهارت في السودان الآن، والجرائم التي نتحدث عنها هي جرائم ممتدة وجرائم جارية حتى الآن. في مثل هذا الظرف، الاختصاص بتاع حماية الإنسان وحماية المدنيين سلامتهم وعدم التعرض لهم بقى على عاتق منه، سواء كان إقليميا أو دوليا، يعني في ظل ظرف انهارت فيه الأجهزة. دوليا طبعا المحكمة الجنائية الدولية واحدة من الأشياء، والمحكمة، وأنا أعتقد الأمم المتحدة برضه واحدة من الأجهزة اللي بتحمي المواطن. لكن قبل ذلك الصحيح هو الأجهزة الحكومية السودانية هي المفروض تحكم المواطن، لكن هي ذاتها ما فيش الآن، بكل ما في. إذن المواطن الآن لا حماية له على الإطلاق إلا ربنا، ما في دول يحمي المواطن إلا ربنا تعالى. إذن أشتكر الآن نمر بمرحلة ما حصل من قبل في تاريخ السودان على الإطلاق أو في تاريخ البشرية كلها، مواطن لا حماية له على الإطلاق، بالرغم أنه في قوانين طبعا تنص أنه المحكمة ممكن تحمي، البوليس ممكن يحمي الأمم المتحدة ممكن تحمي، المحكمة الجنائية ممكن تحمي، ده كله. لكن الآن أنا زي ما قلت ما في حماية على الإطلاق للمواطن السوداني، وده أخطر المرحلة نحن نمر بها الآن، مرحلة بتاعت لا قانون. فلذلك نمر بمرحلة خطيرة، وحق الناس يوثقوا المسألة كلها. أنا أقصد يا أستاذنا على مستوى المؤسسات الدولية، لو أشرت لأنه السلطة انهارت، الدولة انهارت، وفي جرائم مستمرة، يعني تحدثنا عنها، جرائم متنوعة، يعني المسؤولية تقع على عاتق منه لإيقاف اللي بيحصل ده. بمعنى تاني، هل في مشروعية للتدخل الدولي لإيقاف المسألة دي؟ حتى المحكمة الجنائية الدولية يعني اختصاصها محكوم بدارفور فقط، اختصاصها ما شامل لكل السودان. تفضل. أنا أعتقد طبعا في بعض الناس من أخونا صالح رئيس الهيئة مش طالب بالتدخل الدولي، هو إذا كان أصل المسألة كلها انهارت الآن لازم يكون في تدخل دولي، حماية دولية للمواطن. ما ممكن يتفرج أن المواطن يقتل وينهب ويسرق بالصورة اللي حصلت ماشي في الجزيرة وما حصل في الجنان وغيره في دارفور. لا يمكن العالم يقعد يتفرج هذه الجرائم وما في الإنسان ما محمي. أنا أعتقد الأمم المتحدة عندها حق في أنها تحمي المواطن، والمواطن عنده حق على الأمم المتحدة لأنه يلقى حماية منه بالفصل السابع، والفصل السابع ده طبعا له شروطه. لكن أنا أعتقد حتى المواجهين بمشكلة كبيرة جدا في الفصل السابع ده، لأنه الفيتو الصيني والروسي موجود، ما أفتكر يوافق، ودي مشكلة كبيرة. الفيتو ده مشكلة كبيرة لهم، لكن ممكن يكون تدخل بالتكليف بتاع بعض الدول زي ما حصل في بلغان وحصل في أوغندا في أي حتة ممكن ده. فأنا أفتكر ما ممكن أنا نقعد نتفرج أنه يعني المواطن يقتل وينهب ويسرق بالصورة اللي حصلت ماشي في الجزيرة وما حصل في الجنان في دارفور كلها، لا يمكن نقعد ننتظر. فالمواطن حقه يطالب بالحماية الدولية، ونحن قبل كده طالبنا في الحياة، طالبنا بالحماية الدولية وما ولسه ما في حاجة. حق الناس يصروا أنه يكون في حماية دولية، ناس الجزيرة وغيرهم عندهم الحق برضه يطالبوا زي ما طالبوا ناس دارفور. الناس بخافوا من حماية دولية، يقولوا ده استعمار جديد. يا أخوانا الحياة، حياة المواطن أحسن لنا من، يعني هو الأفضل، عنده الأفضلية على أي حياة تانية، ممتلكاته كذلك. فنحن خايفين في مشكلة الآن، ما في طريقة إلا الحماية الدولية. أستاذ محمد عبد الله الدومة، المحامي، نائب رئيس حزب الأمة، الوالي السابق لولاية غرب دارفور، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا في برنامج في الميزان. شكرا يا دبنجا، شكرا كتر خيرك، مع السلامة.